منذ ساعات قليلة والأنباء تتضارب بشأن مصير الرئيس المصري حسني مبارك. التلفزيون الرسمي أعلن قبل قليل أن مبارك سيوجه بيانا للأمة من مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة. مصادر في رئاسة الوزراء قالت أن مبارك سيعلن عن قراره خلال ساعات، وأنه تلقى تقارير المجلس العسكري بوصفه رئيسه. رئيس الوزراء أحمد شفيق قال تصريحين متناقضين، فأعلن أن مبارك قد يتنحى قبل أن يعود، ويؤكد أنه باق في منصبه، بما أكد وزير الإعلام أنس الفقي أن الرئيس باق في منصبه ويمارس صلاحياته كالمعتاد. الأمين العام الجديد للحزب الوطني الحاكم قال إنه يتوقع تخلي مبارك عن السلطة اليوم. أما فيما يخص ردود الفعل الدولية على التطورات الأخيرة للأحداث في مصر، فقد قال البيت الأبيض إنه يتابع وضعا مفتوحا على كل الاحتمالات في مصر، وأن الأولوية تبقى لانتقال منظم إلى انتخابات حرة ونزيهة. في حين قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ليون بانيتا، قال إنه من المرجح جدا أن يبادر الرئيس المصري حسني مبارك إلى التنحي مساء الليلة. هذا فيما ذكرت أنباء أن مبارك قد يسلم السلطة للجيش الذي أعلن قبل قليل بيانه رقم 1، وأشار فيه إلى عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا بغياب مبارك، وأن هذا الاجتماع سيتواصل لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلاد. وأعلن مسؤول عسكري كبير في الجيش أنه ينتظر تعليمات قال إنها ستسعد الناس.